مرحبا بكم من جديد في 50-50 الجزء الثاني باش نحكيو على الفساد السياسيين اللي كل مرة يطلعونا بكل التصريحات على الفساد وبما أنه نحكيو على الفساد باش نرجعوا العامين التالي تقريبا في ماي وقت اللي أعلن السيد يوسف الشهيد رئيس الحكومة الحرب على الفساد ويسألوا هل كانت حرب حقيقية أم مجرد تصفية حسابات. هذه أهم تصريحات السياسيين اللي تتهم في خصومها وإلا في الحكومة بالفساد. الابحاث اجريت حتى ابحاث داخليه على مستوى الاداره العامه للديوانه واثبت التورط عديد الاطارات من مختلف المناصب الحساسه ورغم ذلك لا حياه لمتويتي بل بالعكس وقعت تلقيه الناس اللي هما تلقيه الناس اللي هما مورطين واللي هما اثبت تورطهم بحال الطوارئ خلوا الطوارئ استغلوه استعملوه وابتزوا عباد اليوم صار ابتزاز بيع معلومه الفلان لازمو يمشي هربو حتى يجي كي يجي يقعدو سيب باهي وقفوا فلان بعد الابحاث رجل امور الديوانيه مريقل يقول لك عنه كلمه مريقل حتى بالتسجيلات الصوتيه راهو. ولانه كشفت برشا حاجات تحدثت على التوريث وعلى فساد العائله وعلى النهب وبيعان رخص الشراب حتى انت مره قلت ثلاثه رخص تباعوا واحده ب 500 مليون ولا ب 600 مليون ونقول ديما نقول راهو المرناقيه انت نسيت واحد موجود هي صحيحه باعوا خمسه ما قلتش شكون لا باعوا ثلاثه أنت تقول باعوا ثلاثة شفت باعوا خمسة واحدة في المغيرة واحدة في منوبة ثم الكيران الصفر ما هو يطلعوا فيها تلامذة والطلبة بالبطاقة المدرسية اشتراك أبونمون ثم 31 ألف أبونمون خذوه تلامذة والطلبة والفلوس ما تصبتش في كاسة الشركة وتمكنت من كشف زوز من أكبر قضايا الفساد في البلاد اللي هما مرتبطين بزوز مؤسسات نقل عمومي في تونس مؤسسة شركة النقل بين المدن الشركة الوطنية للنقل بين المدن حتى بالنسبة لنيدي تونس فما معلومات اللي هما خذاو زادة تسجيلات معناها نتاع تنصت هاتفي من المخابرات التونسية هذه زادة ثابتة معناها تجسس حركة نيدي تونس تحرك نيدي تونس وتتفكر يا سي الباجي كان يقعد في القهاوي المحيطه بالحزب ويمشي لرجال الاعمال يقول لهم اعطيونا راه قال لكم باعونوا الحزب ويهز الفلوس يروح به حاجه النهضه والنداء في حد ذاتهم نعرفوا اللي مولدهم لوبي تاع فساد باش عملوا الكوتل هذوك تقول لي انت فما نواب اليوم متعلقه بهم قضايا ماليه فما سي قضاة التحقيق تبع عليها عملوا مطلب لرفع الحصانه اللي ري مجلس النواب ولكن ما ندخلوش في ثم نواب معناها ثم اطراف يشملوا عندهم الحصانه ولكن القانون اذا كان عندك حصانه ما تنجمش معناها لا توجه اتهام ولا تبع كذا اليوم فما نواب عديد النواب اللي عندهم علاقه بدوائر معناها اليوم دوائر هذه معناها بعلاقه بالفساد وعندها بالمال السياسي وبالاعمال وكذا فهمتي واغلب النواب هذا ما ينتمون للحزب الحاكم اللي حزب نداء تونس كل هذه الاتهامات الكبيره اللي كنتوا تسمعوا فيها وهذا ملخص على خاطر كان نعديوكم اتهامات بالفساد لازم نقعدوا نهار كامل واحنا نعديوكم في المقتطفات اغلب التهم هذه انا مش محامي تؤدي مباشره الى السجن ان شاء الله تكون البلاد سؤال انتم اكثر الاحزاب اللي تتحدث عن الفساد في تونس تصريحات عندكم برشا تصريحات مدام عبو مثلا اخر مره بانكم تتهموا رئيس الحكومه وتهمتوا سامي عبو بانه يبتز في رجال الاعمال شنو الادله اللي عندكم على هذا؟ باش نجيبك شوف نبداو ساعة في موضوع الابتزاز قبل ما نقول لك توجيه التهم تاعنا نحن مش نحكي عن النيابه العموميه هذيك ان شاء الله تكون واجبها لا بلاي انا تو هاني جاي انا النيابه العموميه نحب نفهم حاجه ايه؟ راو فما كلام تقال تاع في الوقت يلزم العباد تجي تبحث مثلا يلزم في الوقت مثلا كلام كان هذا ابتزاز رجال اعمال من طرف يوسف الشهيد تمشيوا قدام الواد وتعطيوا الوثائق كلكم ونعيطوا للسيد يوسف الشهيد يبحث اي مواطن اخر هكا ولازي محمود خلينا وكي سي لازهر العكرم يقول بانه سيد حافظ قايد السبسي تدخل باش اعطاه خمسه رخص لبيع الخمور هذا الموضوع زاد يتطلب بحث من النيابه العموميه فتح بحث من النيابه العموميه لانه لا يوسف الشاهد ولا حافظ قايد السبسي حسب ما انا فهمانة فوق القانون انا بحب نفهم النيابه العموميه لا على ذكر فما ناس فوق القانون تونس راه فيها برشا ناس فوق القانون ابتزاز رجال الاعمال ما فماش راه في ملف هكا سي يوسف الشاهد هو اللي يبتز اما شو واحد جاي قال لك ابتز يوسف الشاهد اما هو مش يقول لك شنو الموضوع الموضوع سيدي ساعه راهو تعهد به القضاء وفيه احكام بل بالمناسبه ذولي فما جلسه على قريبه الايامات في الموضوع هذا بالذات اللي هو شخص تقدم الى جلسه الامن باش يقول راهو فما ابتزاز في الموضوع هذا مو هو عمل حمله هكا لمقاومه الفساد وهذا في الاقامه الجبريه وكذا فما ناس مشاولهم قالوا لهم ديوانيه
راهو انت باش يحطوك في الاقامه الجبريه. اسمك باش يهبط. هات المبلغ المالي يتسلف منه ومنه، راهو ما جاوش رجال عمل كبار، جات ناس متوسطين. شكون اللي يمشي؟ بعض الضباط تاع الديوانه. راهو عندك دوسينا، راهو عندك وراك باش تتوقف. شكون اللي يقول لضباط الديوانه؟ هاني جاي قلت لك بعض ضباط الديوانه يتصلوا يا اما مباشره يا اما بواسطه يمشيوا لاشخاص. اسمك راهو موجود في الناس باش يعتقلهم يوسف الشاهد. تدفع فلوس يرجلوا لك امورك. هذاك باش يبدا الملف. بالمناسبه راهو تحاكمت ناس في الموضوع هذا. وتسجيلات وغيره غير اللي قالوا السيد ناطق رسمي للديوانه، وانا نحب نعلق من بعد، نحب برشا الديوانيه، اما اللي عملوا راهو ضر به السمعه نتاع الديوانيه. 8000 ديواني محترم، بعضهم اخطا يتحاسب، مش تخرج الديوانه الكل تدافع على الفساد وهو يعرف كلامنا نحن هو الصحيح، ما يجيش. وكانوا بحذايا يجوني في 2012 ولا ريت الضباط الكل، ونعرف يوم واحد منهم جاني نهار قال لي ما عندناش فساد، كلهم يقولوا لي في البير وقت عندنا فساد، توا تبارك الله الاداره قالت ما حلانا وعمرنا ما عملنا فساد لا قبل الثوره بعد الثوره، هذا لا يجوز. يا سيدي نرجع لك موضوعنا. دونك صار ابتزاز لبعض رجال الاعمال اللي ابتزوهم ودفعوا. لا انا ولا انت نجموا نعرفوهم، نعرفوا حاجه واحده اللي فيهم شكون تشجع وش يحكي معنا، نحن حكي مع غير معنا عندكم توا ناس وحكي مع النيابه العموميه قبل ما جينا نحن توا فما ملف تحت يدينا نحن حبت تطلع عليه على ذمتك. ماذا بيا هات بتبيع على ذمتك يخلط لك. ما عنديش وقت الدوله توصل مرحله انحراف ما عادش عندي حاجه اسمها. علاش الدوله مشات؟ علاش مشات لمرحله الانحراف؟ ما باش نقول لك علاش. على خاطر سيدي خويا هذا ملف، فما ملف ثاني مشى شكون دق الباب تاع النيابه العموميه سمعوه ومشاو واجراءات وعطاوا الفرقه عدليه بحثت ومن بعد رقد الملف هنا. جبدت يا سيدي اللجنه هذه اللي يحكيوا عليها واللي متقلقين منها. شو المشكله تعمل لجنه؟ تعمل لجنه لروحك، مش خاصك ان الناس تعمل لجان حتى كان مش منصوص عليها بالقانون، بالحق لمقاومه الفساد. لكن اللجنه هذه بيد ذكر اسمها في كثير عند كثير من الاشخاص. تو الكلام الخايب اللي تقال ربما ماكش بالضروره باش تلقى في محضر ما تلقاه عند شهود، جبتت نهار من نهارات قبلهم سي معزه. هذوما يقول لك راهو سامحني يقول لك هذايا في الابتزاز نتاعنا يقولوا لنا ماهوش نمولوا الحزب تاع الرئيس. تو ديواني يحب يبتز حد يقول له باش نمولوا حزب الرئيس، ينجم يكون الرئيس ما في بالوش. عاود نقول لك كلامي، لكن وقت ما في بالوش يشد بلاصه يبعد عن رئاسه الحكومه. تو بعد المصايب هذه ثوره صارت على الفشل والتخلف واللي نحن مازلنا عايشين فيه قبل 14 وبعد 14، يجينا رئيس حكومه في بالوش. كان يطلع في باله كارثه بكل المقاييس، كان يطلع في باله معناه يقسم معاهم، كان يطلع في باله معناه يقسم معاهم. معناه انا في حكم يجيني حد ويبات في داره ليلتها يقول والله استغليت اسمك انا يا رئيس حكومه، خاطر رئيس حكومه راهو فما شكون مشى دخل له البيرو. كيفاش يعرف رئيسك؟ كيفاش يعرف رئيس الحكومه؟ انا نعرف اللي هو يعرف. انت تعرف انه السيد رئيس الحكومه يعرف بانه فما ناس تبتز باسمه. ايوه باسمه اي الخاص، وتبتز في رجال الاعمال. على الاقل يعرف اللي فما حاجه واحده اللي صار ابتزاز بالديوانه بالخدمه نتاعو هو اللي يحب يعمل فيها حمله لمقاومه الفساد وغض الطرف تفضل سي يوسف الشاهد. هذه اللي نحب نقوله لك اللي معاه في اللجنه. سامحني كملك الفكره. ذكر اسمهم عند الديوانيه نجم يكونوا يتبلوا عليهم. جيب البحث، اعمل بحث جدي. وين القضاء اللي توا يحكي السيد الناطق الرسمي على حصانه؟ ما عندناش حصانه في القانون غلط سامحني، وجاوبوه المجلس المره اللي فاتت ما عندناش حصانه. الحصانه كي يتمسك بها النايب، اما النايب تحيل وتعيط له وكل شيء. اذا لم يتمسك النايب الحصانه فلا حصانه له. حاجه واحده الايقاف الا في صوره تلبس، اذا مش ايقاف تنجم تعيط له. هو يتمسك بالحصانه ديجا دليل على كونه عنده ما يخبي، باش نبداو من التفخيم. دونك الساده القضاة معناهم كان يستدعوا وقت فما دليل. كمل لك الفكره. اي كمل خاطر مانيش نطول برشا والله اللي مش نطول. كي جبد تحكيه اللجنه وفيها بعض الوزراء هما قالوا لهم بعض الديوانيه هذا لا ما تمسوش راهو تابع الوزير الفلاني، هذا ما تمسوش راهو تابع الوزير الفلاني، يتبلاوا على الوزراء هذا وارد. اعمل بحث جدي. انا رئيس حكومه يقول لي الكلام هذا نروح نبات في داري نطمن ومن بعد نخرج للصحافه نقول لهم كان عندهم دليل باش يشكي القضاء. قضاء شنو؟ وحاجه ثانيه على ذكر القضاء يا اخي السيد رئيس حكومه في باله قضاتنا نظاف وضربنا عليهم قبل الثوره وبعد الثوره اغلبيتهم مش مشكلتهم فساد، حتى قبل الثوره مشكله استقلاليه، بعد الثوره اغلبيتهم ماهيش مشكلتهم فساد، انظاف قضاتنا في اغلبيتهم، لكن فيهم فساد. رئيس حكومه انا نعرف اللي عنده ملفات على فساد بعض القضات. ومتسكر. تعرف ايش معناها كيف فما واحد في القضيه هذه بالذات قاضي التحقيق شاد صحيح رغم الضغوطات مانيش مسيبه، دارت الاتهام بعد 48 ساعه تسيبه. فما معلومه تفيد للمطلب تقدم في نفس اليوم، اللي ما يعرفش الاجراءات هذه مره نقعد ونبدا نشريو. فسر لنا بسط لنا شنو الموضوع. واحد ضابط في الديوانه هاي وقع ايقافه في قضيه نتاع رشوه، وفما تنصت وفما شهود وفما اللي تحب انت في بالك. عاد تنصت على الاقل في موضوع يتعلق بالمسائل الماليه هذه، وفما شهود وفما اللي هو قاضي التحقيق اقتنع بادانتي وماهوش مسيبه. طلع قدموا مطلب فراج مره واثنين وثلاثه ما سيبوش. يستينف موقوف وقتها يستينف دايرة الاتهام تنعقد في 48 ساعة. صارت مرة حالة كما ذي في عهد بن علي ونحن قلبنا عليها الدنيا وقت ما نحبش نسميه سيد. أنا صعيب ياسر أنا أتلم في نهار. صارت مرة وزير التجارة عطى كلم وكيل الجمهورية راهو فما واحد اعتدى لي في قهوة من القهاوي على العوان نتاعي فتوقف.
ومشى للتحقيق وعنده شكون ما يعرف ليلى ولا شكون في سايبوه في الرشيد. مفيد رجعوا الحاله نتاعنا. لا مو خاطر زاد بعد الثوره رجعنا لسليب بن علي، هذا ايش حبيت نقول لك صارت حتى في عند بن علي غريبه في 48 ساعه السيد يتسيب. تسيب حاجه من الاثنين. اما فما قضاة طبقوا التعليمات او خدموا له خدمه بما في ذلك النيابه العموميه بلا مناسبه تحضر له مطلب. النيابه العموميه وكيل وكيل عام باش يقدم الطلبات نتاعو يلزم وقت اخي توا تجيني ملف انه عاد يقول لك توا دونك فما تدخلات. النيابه العموميه تحضرت له مطلب افراج. لا 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 النيابه العموميه ممكن تعدي انت مطلب افراج يمشي الملف ساعه يقعد ياخذ وقت ياخذ وقت والنيابه العموميه تقدم طلبات نتاعها هذه الكل خدموا له فيسع فيسع والدائره انعقدت الى اخره وروح به روح هو احتفل وربي معاه وكذا وكذا زوز مواضيع كان نحب نقول لك الاشاعه راهي مفزعه على الاخر ما عندي حد دليل عليها الاشاعه مفزعه على الاخر فيها قضاء وفيها حتى محامي علاش الاشاعه تحكي على رشوه اما ما عنديش دليل الاشاعه تحكي على رشوه شكون الرشوه شكون الاشاعه تحكي على رشوه قضاة رشوه قضاة انا ما عنديش دليل لكن عندي دليل على حاجه منهم يا اما مرتشين يا اما طبقوا تعليمات اللي طبق التعليمات ما يمشيش الحبس يبدا قاضي اما لا يليق بالقضاء يقبل التدخلات اش معناها ولاد الشعب التونسي ملوحين عنده شهر يستنى في مطلب وهذا بدات 48 ساعه وعندك 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 دستور جاك وعندك قوانين وعندك زملائك يدافعوا عليك ونقابه قويه وجمعيه قويه نقابه هبطت فيكم بين لا غلطين ما حقهمش ما حقهمش نحبش نعرف ما نحبش نسيس القضاء انا جاي كان البيان اللي هبطوه نقابه القضاة انتم اعتبرتوا انه البيان هذا بيان مسيس شوف ما نحبوش ندخلوا في النزاع مع القضاة نحب نقولوا لهم حاجه واحده كي تحب تضرب من الاحزاب ابعد على الاحزاب ساعه اضرب على الاحزاب اللي شلكوا في القضاء واللي يحبوا يضربوه حزب تاريخيا قبل الثوره اللي فيه على الاقل يضربوا مع استقلال القضاء بعد الثوره اكثر ناس تدافع على تحسين اوضاع القضاء شوف مركز على الطيار غلطوا زوز غلط قالوا ندوه صحفيه نتاع الطيار وهي نتاع معارضه قالوا سامي عبو قالت وهي قالت ايوه من نهار الندوه الصحفيه قالها زميلها من حزب اخر سامحني وليت الحكايه مسيسه موضوعنا موضوعنا الاتهامات هذه بالفساد في كل الناس كل تحكي على الاتهامات بالفساد على موضوع القضاة ترى موضوع مهم سامحني لا مش موضوعنا مش موضوعنا موضوعنا الاتهام اليوم اخطاوا في بيان حاجه واحده ربي يخليك بيان هبط اليوم بيان هبط ليلى عنده مده هو اللي هبط ما يلزمش يغلطوا نحبوا القضاة بعاد على السياسه ايش دخلكم طيار وما طيار خليكم بعاد الاحزاب حاجه واحده نحن نضربوا بالبوني على توضيح حسين اوضاع القضاة انا محامي فماشي ذولي تونسي مفتخر محامي مفتخر بانتماء المحاماة قدي انا خدمتي برشا محاماة وقفت معايا في زمن صعب الى اخره ما نجي اكثر واحد مفتخر بالمحاماة هو لكن عندنا فساد في المحاماة ما نجيبش اجي انا خرج بيان ندافع على واحد عنده خطا علما كانوا القاضي هذا راه ما قلناش فزت قلنا عنده زوز ملفات ينحيوهم التفقدية ما ينحيوهاش هذوك اموره عنده زوز ملفات مش معقول كونه رئيس الحكومه يعينه هو سلوكه ساعة سمعين عليه برشا خطاء يغلط في رأس الحكومة السياسية حاجة واحدة يجيوا يخرجوا بيان دفاع على قاضي قال شنو هو تابع سلك القضاء نظريا تابع سلك القضاء قائم دور سياسي معناها أنا نبدو محامي في وزارة يجي العميد المحامين يخرج بيان الدفاع عليه مو يدوروا عليه المحامين قضاة لا يجب أن يسمحوا بتسييس لا نقابة ولا جماعة سي محمد سامحني ردك على نقابة القضاة ظهر لي رد سياسي نوعا ما، احنا دفعنا عليكم الى اخره. لا شو سياسي حقوقي دفعنا عليهم اخي. اي لا معناها ردك عليهم ردك يعني كاينك قاعد تقول لهم راهو ما يجيش معناها يعني يلزمكم تعديوا لنا ساعه ساعه. لا شعدونا 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 ما عندهم يعدونا. انا ماذا بيا. يسيبوا الاحزاب الاخرين ويركزوا في الطيار راهو غلطين خاطر نهار الندوه مش الطيار اللي قال الكلمه. خلينا في الفاكتويل خلينا في الوقائع انتم قلتوا انه فما الناس هذوما اللي معاينهم يوسف الشاهد في رئيس الحكومه في لجنه مكافحه الفساد الناس هذوما عندهم هما بيدهم ملفات فساد قلتوا انه الهيئه العليا للرقابه الماليه في القاتهم وانه عندهم ملفات في التفقديه اي في التفقديه العامه شوف بالنسبه للديوانيه عندهم ملفات فساد وعندهم قضايا فوالا نتخلص من باسم الديوانه ونقابه القضاة زوج جاوبوكم بانهم ما عندهمش ملفات هذوما خاطر نظروا ديجا في الشكوك هذوما وقع حفظهم على اساس انهم طلعوا ابرياء ما فما حتى شيء معناها ما شادين عليهم حتى شيء جاوبنا على المعطى هذا يا عايش يا سيدي خويا نبدا لك بالديوانيه ومن بعدك بالقاضي بالنسبه للديوانيه نعاود نذكروا تسجيل في حقانيه حنا بعد 19 نوفمبر 2017 يقول سعاد بن حسين المدير العام للديوانه يحكي على اللجنه قالوا له سي عماد بن حليمه عنده معلومه قال له الناس اللي انت خديت فيهم قرار وقت هبط رئيس الحكومه الرادس باش نحاهم شبيه البرقيه ما تنفذتش شبيه ما تنحاوش مازالوا في دارتهم قال له راه ما تنفذتش خاطرهم تو يشتغلوا في لجنه دونك هو بدو يعترف كانوا فما لجنه دونك الناس اللي اتهمهم بالفساد ورئيس الحكومه قالوا بدلهم مالك عندك ما لفت عليهم حطوهم في لجنه لمقاومه الفساد عباره نعيطوا نحن ابو عياط نحطوه في لجنه لمقاومه الارهاب صرفنا هذا لا يجوز بالمناسبة أنا لم أذكر أي اسم ومرة واحدة نحب نقول لعائلات الناس هذوما الكل
راهو يلزوا فينا الوضع التعيس في تونس. باش نذكروا اسماء، ما نحب نذكر حتى تونسيين يعني. مانيش قاضي باش نذكر اسماء العباد كي لزونا، خاطر زاد مش قاضي باش نحكم على العباد زاد سي محمد. لا سامحني، مش قاضي حتى يقوم دوره ساعة القضاء. لا عاد سي معز، على كل حال القضاء توا في هذه اللحظه اللي نحكيوا عليه مازال محل احاله معناها، وعنده قضيه في دائره الاتهام، هذاك موضوع ثاني ان شاء الله ما يصيرش تدخلات واللي قادم. واعطيني الوقت الكافي. انتم من الاحزاب، نعطيك سؤال، انتم من الاحزاب اللي تسمى اسمكم في العديد من المرات تلاعب بقانون الطوارئ، تنحكيوا عليه بعد ابتزاز عدد من رجال الاعمال المورطين في قضايا فساد، الناس تحكي انكم قمتوا بابتزاز نواب باش هزيتوهم من الكتله نتاعهم الى نداء تونس، نحكي لك الى تحيا تونس، هذا الكل قاعد يتقال عليكم، اتهامات هذه الكل قاعده توصل لكم. زاد انتم تحيا تونس، اعطينا الفرصه سي معز باش نجموا نجاوبوا نقطه بنقطه، لانه مساله حساسه وما نتصورش انه فما واحد كان يلقى فاسد ماهوش باش معناتها باش يندد بهالممارسات هذه. انا نحب ناكد على مساله ساعه، فما لخطه في كلام سي محمد، وانا نحب نذكر بحاجه، هو يقول فما العمليه هذه صارت فيها تنصت ومتابعه وتحقيق. يا اخي شكون اعطى الاذن بالتنصت والمتابعه والتحقيق؟ اذا ما فماش حقيقه الرغبه في محاربه الفساد، اذا نعرفوهم هما فاسدين واحنا باش نغطيو عليهم، علاش تنصتوا عليهم؟ وعلاش نعيطوا لهم للتحقيق؟ وعلاش قالوا شداك وجابك رخص الكراء؟ وكيل الجمهوريه قال لك شويه عاتي محمد ما قطعتكش انا، معناتها تنصتنا عليهم وشديناهم ومن بعد قلنا لا سيبهم قاعدين نلعبوا معنا ما نعملوا، اذا ثبت انه هما ما همش متورطين في قضايا الفساد فانه بطبيعه الحال باش سيبوهم، معناتها ماهيش سي با اوبليجي. المساله الثانيه بربي سي محمد، انت قلت رئيس الحكومه في باله وكيفاش ما في بالوش بحكايه كيما هكا، يعني نرجع لك سي محمد وقول لك انت في حزبك هذا اذا هو مدير عام ديوانه، انت في حزبك عندك امين مال معناتها من اقرب الناس، وانت ما كانش عندك الفكره ممكن على انه فما قضيه في شانه. بربي مثال جهاز مخابرات مازال ما كملتوش. لا مثال سي محمد، معناتها مخابراته لا بشويه سي محمد، هذا معناتها بيروه لاصق في بيروك، معناتها بيروه لاصق في بيروك. ما كنتش برشا بيروه في مثال سي محمد، خليك كمل كمل. معناتها هذا السيد بيروه لاصق في بيروك وما عرفتش اللي هو عنده قضايا ومحكوم في قضيه بثمانية سنوات، تعرف ثمانية سنوات معناتها قضيه خطيره. معناتها انت يقول لك سي محمد سايب عليك ما عادش تقعد في شو اسمه في التيار الديمقراطي وبرشا دارك. لا فما قضيه ما محكوم فيها بثمانية سنوات. قضيه نتاع شنو؟ قضيه نتاع شنو؟ واحد ليبي عندهم شريكه اختلفوا في الاصل اللي بيشكي، لا مش بالشرعي العام ما قصيتش ما قصيتش على حد، لا لا ما قصيتش ما قصيتش على حتى حد، ما قصيتش عربيه ما قصيتش. المقارنه اللي عملتها شوي شوي، انا قارنت في مساله على علم رئيس الحكومه ولا مش العرب، هذا مدير في الديوان ينجم يكون ما في بالوش، وشكون قال لك معناتها رئيس الحكومه ينجم يكون ما في بالوش، ولكن وزير الداخليه وفما يلزم يكون ما في بالوش، مش ايه انت معناتها ينجم يكون معناها باش ناخذ كيفاش يكون ما في بالوش، خاطر كان في باله خلينا نكمل خطيره ياسر معناها مصيبه. لا خلينا نكمل معز، تو انا قلت لك فما تنصت ومتابعه وتحقيق، هذا الكل معناتها من روسهم ما فما اذا فما شك الحكومه فما 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 شك، ولكن بعد الشك تبدد. مسألة الأخرى نحب نذكر بها نورا سي محمد، فما زوز أشخاص في الحزب نتاعك نذكروا سي نعمان العش في صفاقس وسيد من مال، معناتها أنت زوز بربي لا لا بربي, بربي, بربي خليني بربي بربي خليني مثال سي محمد ما قصيتش عليه ما قصيتش معناه ما قصيتش في مثالش يا سي محمد ما واسمع وصفتي لا لا بشوية سي محمد سي محمد تو احنا مانيش قاعدين رانا نبرروا اذا فما تجاوزات تصير ولو واحد هز تعرف انت رئيس وزراء السويد على طابع شوكولاته وعلى واحد شوكولاته مشات استقالت، معناتها خلينا ما نبرروش سرقه صغيره ولا سرقه كبيره. اللي متورط سي محمد يلزمو يتحاسب. نحب ناكد على مساله انه اليوم وين تقرب الانتخابات نجيو نحاولوا انه فما رصيد بسيط شكل رئيس الحكومه في محاربه الفساد، تنعطيك علاش؟ نجيو نحاولوا نضربوا هالرصيد هذايا ببعض الروايات اللي انا حسب رايي هي بعض الزقاقيات، لانه هذايا كلام يتقال في الكولوار بين فلان وفلان، نجيو نبنيو عليه معطيات ونقولوا للراي العام. خليني نكمل معاك. لا اعطيته خليني نكمل. هي تكمل كلمتك انا معناتها انت تعمل بيدك. دونك انا مش حاكي معك مش حاكي معك. انه المساله راهي في الحرب على الفساد لابد انه تواصل، فما حتى حد يشكك فيها. نحب ناكد انه من 2016
أو سمير بربي خلينا نقول 2016 6 ديسمبر 2016 إصدار قانون عدد 77 متعلق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي. 7 مارس 2017 إصدار القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المفسدي. 23 ماي 2017 إلقاء القبض كل الحملة بتاع الإيقافات هذيك. 20 جويلية خويا افتكرناش الكالندرية بتاع 30 تو خليني نذكر 24 جويلية إصدار قانون أساسي المتعلق ببيع حقوق الحوكمة الرشيدة وكفاءة الفساد. 7 أوت 2018 إصدار القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. 1 أوت 2018 إصدار القانون الأساسي المتعلق بالتصريح عن المكاسب والمصالح وكفاءة الإثراء غير مشروع تضارب مصالح. حبيت نقول لك زيد تبييض الأموال اللي فايدتكم زاد باهي ليه بشوية تبييض الأموال؟ لا لا عملوا حاجة نقحوا القانون تاع تبييض الأموال بضغط أوروبي باهي لكم لا نعاون فيه معناها عملت سبب باهي. حبيت نقول لك أنه فما رغبة حقيقية في محاربة الفساد. وأنا نحب نذكر نقول راهو في هالحملة هذه فما عباد تحملت مسؤوليات سي محمد معناتها حتى عصفور ما شدتوش حتى عصفور كانت وزرة وكانت وزرة وانت سي محمد كنت وزير سلاح الإدارة ومكافحة الفساد معناتها أنا تمنيت تشد حتى عصفور هذه تشدد صقور بتاع رموز بتاع فساد باهي باهي دقيقة دقيقة أنا جينا من بعد حكيت الصقور والرموز دقيقة يا أستاذ يا سي محمود فهمت يا سي محمود بالله والله وصلت فكرتك والله وصلت معناتها أنا الحرب على الفساد من بعد نحكيو عليها تو باش نحكي أنا أنه ياسر فما اتهامات دقيقة راهو الموضوع خلينا نرجع للموضوع في إطار الحملات الانتخابية ماهوش اتهامات ليه عندها عميل الاتهامات للناس الكل نجموا جزافا التهم لبعضنا سي محمد نجموا كيلو التهم جزافا على أساس ليه والملف هذا نحن مش جزافة الملف هذا كان نعاودوا عليكم اشاعات كان نعرفوا نعاودوا عليكم اشاعات لازم نحركوا الشعب كونوا يهبط لكم القصب حتى احنا كان نحركوا الاشاعات ولكن الاشاعات الاشاعات راهي على الناس كيفاش هبطوا لهم القصب شنو يا سي محمد ليه كان بشو بالاشاعات يتقال على سي يوسف الشاهد ما عندنا كان ندعيوا الشعب لاحتلال القصب ويقلوا القلب هو الاشاعات شو سيدي خويا الموضوع والله لا هو دقيقه انا مش قادم شويه سي محمد راهو من قبيله قاعد يتفرج معنا لا لا مش قاعد يتفرج تكلمت سي محمد يتفرج باش على الاقل في جانب اللي يخصني كعضو مجلس النواب الشعب واللي تطرح الموضوع احنا حتى في المجلس نحب معناتها شفنا عديد الوضعيات نتاع الاتهامات وثم نواب بعينهم اختصوا في المجال هذوم نتاع الاتهامات لكن ما ثمش حتى دل. انا كنائب وهذا كلام معناتها باش نقول انا مسؤول عليه انا كنت عضو في لجنه النظام الداخلي والحصانه والقوانين الانتخابيه ووردوا علينا ودرستهم بيدي وشفتهم اللي يعني نائب رئيس 11 الملف نتاع رفح حصان وهذوما تحدثوا عليهم برشا وكذا ناكد لك اللي من بين الملفات هذه الساعه 0 ملف يتعلق بالفساد 1 2 اللي من بين الملفات هذه ثم ملف يتعلق بنائبه عدد من النواب متعلقه في حقهم قضايا فساد ولا يمكن محاكمتهم نظرا لاتهامتهم بالحصانه هذا ايش فيها سليت خلنا نفهم هذا ايش فيها سليت خلنا نعطيك نعطيك مصدر من نواب نداء تونس لا لا لا, لا خلنا نعطيك انا معطيات ثابته نكمل كلامي ما تقطعنيش نعطيك معطيات مسؤول عليها حاضر فيها قلت لك نائب رئيس لجنه النظام الداخلي والقوانين البرلمانيه والانتخابيه والحصانه ثم نجيك للحصانه ومانيش باش نطول ومش باش ناخذ حتى الحق في الوقت 11 ملف وردوا علينا ودرسناهم ملف ملف وتسدعينا النواب ثم أنس الحطاب عركة انتخابية خلال الانتخابات مع مع أعضاء في الانتخابات ثم نائب من حركة النهضة مانيش باش نذكر اسم ايش بك ذكرت أنس الحطاب وجيت في النهضة رئيسة اللجنة الأستاذة كلثوم بدر الدين هاي. جاء فيها ملف على شنو؟ على شنو؟ على فيزيتا نتاع كهرباء مش عامل مش م... م... مش معمول تعدى لها محضر نتاع فيزيتا نتاع كهرباء هي فيزيتا نتاع كهرباء فيها محضر؟ اي والله ما هي يعني نقول لك توا نقول لك انا خاطر انا ما عملتش فيزيتا لازمني لا لا توا نقول لك انا عضو مجلس نواب ونائب وانا توا مدمني نحكي عليكم كل شيء نجم يصير لا معز انا نقول لك هذايا ملفات والملفات تم التعامل معها في وزاره العدل بالطريقه القديمه نتاع الدستور لا لحظه خلينا نكمل كلامي فيه والله مهم كلامك مهم مش قادر عليك الملفات في الدستور النائب يجب ان يتمسك بالحصانه كتابه لدى معناها اي قضيه اذا ما يتمسكش لازم يمشي يمشي ورجعناها انا جايك عربيه دقيقه ورجعناها من الملفات وتم العربيه اللي طلبت الكلمه بعد اذن بعد اخر سؤال سي محمد انا عندي سؤال لسي محمود انه كيفاش شدتك شدتك يا اخي مو بجنبي هي اسئلتها الكل لسي محمود سي محمود انا حابه نفهم شنو هو المقياس اللي معناه تقيموا به فساد هذا فساد وهذا مش فساد
بمعنى اليوم وقت اللي نحن عندنا رئيس حكومة، رئيس حكومة تونس، الشعب التونسي الكل، يكون هو زعيم متاع حزب، والسيد رئيس الحكومة وقت اللي يخرج يخاطب الشعب التونسي في وسيلة إعلامية وطنية وإلا في معناها في خطابه ولا في أي حاجة، أي خطوة يخطوها في تونس، ما تعتبرش إنه هذا إذا كان ماهوش فساد مادي فهو فساد معنوي، إنه فما استعمال للسلطة، إن لم تكن هذه السلطة مادية فهي سلطة معنوية، لأنه أنا اليوم وقت اللي نبدأ مديرة في بنك ولا في مؤسسة ولا في وزارة ولا في أي مكان كان، وقت اللي يجيني حاجة يعني حزبي منتمي لحزب يوسف الشاهد اللي هو تحية تونس، باش يكون عنده عندي أفضلية وباش نخاف منه، باش يكون عنده سلطة. أن دو، جاوبني بعد شوي. سؤال راهو طويل ياسر، زيدوا دو معناها الجامعة. لا أنا ماني متكلمتش بالكل، لميتهم الكل. الجامعة وسيادتك كنت ناشط رياضي، كنت رئيس فريق رياضي، صحيح. شكون في تونس ما حكاش على فساد جامعة كرة القدم؟ السيدة مجدولين الشيرني بيدها قبل ما تغادر الوزارة وبعد ما غادرت الوزارة قالت اللي هي بعثت للسيد يوسف الشاهد ما يؤكد أنه هناك فساد في الجامعة متاع كرة القدم. إيش عمل سي يوسف في فساد جامعة كرة القدم؟ شكون تحكي توا انت؟ تحكي لي دي انا رافع اربع قضايا بالجامعة التونسية لكرة القدم. وربحت القضايا. ما انت توا مصيبة يا سي يوسف، يا سي محمود. اذا كان سي يوسف اذا هو يسمع اسمع يدور لي عندك فيكساسيون انت على سي يوسف. اذا كان طبعا رئيس حكومة نحو يوسف لا لا عندك فيكساسيون لانك حتى البارودي ولا تسمي فيها. اذا كان السيد رئيس الحكومة على علم فهي مصيبة، وان لم يكن على علم فهي مصيبه. اخزر ملفات تاع الفساد اجا فهمك عربي، فما العشرات والمئات باش ما نقولش الالاف تاع ملفات الفساد اللي مطروحه. فما ملفات ظاهره تحكي فيها في الاعلام وتحكي فيها في عربي. خليه يجاوب. خليه يجاوب. العمليه نتاع طرح الملفات هذه والبحث فيها، تعرف عدد القضاة ماهوش كافي، واللي الملفات تلمو كبيره ومتشعبه، وفما عباد وفما مصالح وفما لوبيات وفما تحارب في معناتها لوبيات كبيره راهو. انت هاك ترى اليوم وقت اللي دخلنا في الحرب على الفساد كيفاش الاسعار ارتفعت باش يظهروا انه الحرب على الفساد هذيك راهي ضد المواطن، معناتها احنا نقولوا رانا ضد التهريب والاسعار والمحتكرين وكلها تضرب فيك باش ما تخليكش تعمل الحرب نتاعك على الفساد، فما بالك فما قطاعات كبيره. معناتها داخلين ارتفعت من الحرب على الفساد بطبيعه الحال. والله حتى انا ما فهمتش. في بالي خاطر الدينار طاح، في بالي خاطر عندنا انت اونتر اوتر. لا لا جاوبني على ذي برس سمك، شنو علاقه الحرب على الفساد بارتفاع الاسعار؟ يا اخي يدفعوا حدهم هم الاسعار، الفساد هم اللي يحكموا في الاسعار. سامحني عاد اخي انت تو نعطيهم مثال بسيط للتوانسه، البنان. وقت اللي كانوا القناطريه يدخلوا في البنان التونس كان كيلو البنان ب 2500 و3000 فرنك، اليوم وقت اللي تشدت الكونترا بتاع البنان قداش ولا كيلو البنان؟ ولا 7000 فرنك، 6800 و6900 ما تبقاش. معناتها اليوم فما اشكال حقيقي. قبل كان بن عليش عامل نظريه اقتصاديه عملاقه شويه بشويه، صراحه نظريه اقتصاديه زي زمنا الدول اللي تستانس بها. لا لا تستانس بها اذا انت تعرف انه اليوم عندك مافيات نتاع التهريب يشدهم. هذاك شو هو قاعد يصير هو معز؟ انت معناتها انت فما حاجه اللي يظهر لي معناتها غايب عليك، معناتها تو معناتها عشان ما تهريب شويه. فماش كان البنان غلا في البلاد، فماش كان البنان فما البنان كل شيء غلا. اي ليسونس زاد، فما بارونات فساد هما اللي طلعوا في سومو بشويه عاد. اخي انت حسب رايك هو العمليه شنيه وقت العجله الاقتصاديه تتعطل في قطاع من القطاعات، فانه بطبيعه الحال باش تاثر على كل القطاعات الاخرى. وانا راني مانيش نقول راهو جزء من السبب بتاع ارتفاع الأسعار هو الحرب على الفساد والحرب على التهريب، لأنه اليوم مع الأسف اليوم عندك قطاعات وقت اللي تقطع المافيا بتاع التهريب هذه بشويه. عاد معز انت ما كرميت كلمه. انا نسيت يقول لي بشويه، انا نسيت يقول لي بشويه في عقلك يا مدير. قول الكلام قول من حقي اني نقول لك عقل، لانه فما وقت وفما تقسيم ادوار. هو المساله اللي حبيت تقول عليها انه جزء او خلينا نقولوا على الاقل في حرب على الفساد ساهمت ولو بنسبه في ارتفاع الاسعار. هذه
رأيي أنا ورأي العديد من المحللين الاقتصاديين ومن الخبراء الاقتصاديين أنه اليوم فما قطاعات وقت اللي تسكر عليها فإنه الأسعار بتاع المواد اللي كنا ندخلوا فيها بطريقة أو بأخرى باش تفقد المواد هذيك والأسعار باش ترفع. ماشي حرب الفساد. أنا جينا دقيقة بركة باش ننسى السؤال الأخير سي محمد، لأنه أنا حبيت نحكي على الموضوع وأنتم كل واحد فيكم شيء هز لي الموضوع آخر. أنا اللي عديتهمكم هو التصريحات والاتهامات بالفساد دون أن تتحرك في بعض الأحيان النيابة العمومية. تراش بأنه اليوم ما زلنا ما خلطناش بأنه تصير تصريح كيما على يوسف الشاهد ولا حافظ قيد سبسي ولا رئيس الجمهورية يتفتح بحث حقيقي وتفتح النيابة من تلقاء نفسها بحث ويجي الناس هذه تبحث مثلا لانه علاش ما تبحثش؟ معناها اليوم فما ناس فوق القانون، معناها فما تقصير من النيابه. هو ساخر نتفقوا في شيء، مش معناها كل تصريح في الصحافه باش تقوم النيابه تتحرك، اما ساعات فما ناس عاده ما نعرفش ندعي معناها الناس تعرفهم في القضاء وكذا يحكي حاجه ربما تكون جديه. فما قضايا اخطر من هذه يا اخي، مش مره طرحنا قضيه تتعلق بالاسلحه الفاسده الى اخره، اسلحه الفاسده ذكرنا ملك فاروق اللي صغار نحن قد تفرج في الافلام هذه والروايات والقصص والتاريخ هذا. حاجه خطيره ياسر. هو فيها ناس مات عباد وسيكوريتي ما يمشيش وكذا وتضرب كرتوشه تطلع فريكو شي يموت حد ولا اختقاف في الحبس البوليس وصارت واللي ضرب في ساقيه وكذا وكذا. شو ما تحلش فيها تحقيق، هما قضايا جديه على الاخر. هذه اللي نحب نقول لك، قضانا يحس بضعف، ناخذ لك القضاة من الوزهاء اللي انا ندعيك والاغلبيه، احكي معاهم في برواتهم يقول لك الموضوع، يقول لك تعليماتي ما طبقش. القطب القضائي المالي اللي عملوه هك الجهاز هذاك نتاع المساعدين الفنيين التو ولا وقعت عينهم، عملوا له منح نص نص ما تجبدش الموظفين الكبار يجيو، كان الحقيقه معناها اللي ما يؤمن بشيء ما ولا موش موظفين كبار، الموظفين الكبار ما يجيوش. بالتالي الدوله بيد عامله سيستم كانوا عمره ما يقبل القطب هذا، كما الهيئه نتاع مكافحه الفساد راهو التو هبط لها الامر اللي ينظم اكل اللجنه نتاع التقصي، وبالتالي كثير من الصلاحيات ما تمارسهاش. هذا هو واقع تونس. قضاء شوف قضاء ضعيف، هيئه الرقابيه ضعيفه، هيئات التفقد نتاع الاداره وهيئه الرقابيه عددها في الضعف نتاعو كارثي مقارنه باي معايير ولا باي دول اخرى. عامين التالي عامين التالي وقت اللي اطلق السيد يوسف الشاهد حرب على الفساد ما كانش هذا الكلام نتاعك. هاني باش نرجع، هاني باش نرجع، هاني باش نرجع. كنت تقول واصل في هذه الحرب وسنشوف. ماذا تنقول له؟ راك ما يلزمكش تواصل. لا راجل موقف رمز مرموز الفساد نقول له مختلفة وقال بأنها ليست حرب على الفساد إنما هي تصفية حس عباد وغيرها من الكلام هذا. خلينا نرجعوا للحرب على الفساد وبعد نكملوا موضوع الفساد.